الأولين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله فيه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقات رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب حرز الأماني ووجه التهاني المسمى بالشاطبية. إخواني وأخواتي، أولا قبل الشروع في الحلقة بإذن الله، إن شاء الله كما عودتنا قناة الرحمة على المزيد من التطور في الحلقات، زي ما حضراتكم شايفين في رواية ورش إن دائما وأبدا الحلقات في تطور وفي زيادة إن شاء الله. في الحقيقة هم لم يدخروا وقتا ولا جهدا في الحقيقة لخدمة القرآن الكريم، ولهذا عودتكم قناة الرحمة على المفاجآت بإذن الله. فبإذن الله تبارك وتعالى مزيد من المفاجآت مع رواية ورش في الحلقات القادمة، انتظر مفاجآت منها على سبيل المثال بإذن الله تبارك وتعالى. ضيوفنا بإذن الله اللي هيكونوا معنا في الحلقات، حضراتكم اعتدتوا ان انا اطلع بمفردي ما بين الشرح وما بين استقبال الاتصالات، ولكن الجديد بإذن الله هنستقبل علماء في القراءات، علماء الأمة في القراءات معانا إن شاء الله وإحنا بنشرح القواعد في رواية ورش. وأيضا من ضمن هذه المفاجآت إن إحنا هنحضر معانا طلبة علم بإذن الله يحضروا معانا اللقاء، يكونوا نموذج حي للأمة، خصوصا إن أنا هنتقي النماذج هتطلع معايا مبتدئين ممن لا يجيدون رواية ورش. إيه ده؟ المفروض يجيدوا رواية ورش؟ لا، أنا هجيبوا نموذج للأمة الإسلامية اللي هيحضروا معايا إن شاء الله، نموذج للأمة الإسلامية إن هيكون البرنامج إن شاء الله نحضر معنا ناس مبتدئة لا تعلم شيء عن رواية ورش، عشان يكون نموذج حي بتطوره معنا في الحلقات في تعلمه لرواية ورش، عشان نقول رسالة لإخواننا وأخواتنا، أو نقدر نقول رسالة للأمة الإسلامية في أقطارها أو في جميع أنحاء العالم. يا جماعة، اللي علمنا حفص سبحانه وتعالى قادر أنه يعلمنا ورش، قادر تبارك وتعالى يعلمنا القراءات جميعها بإذن الله. نخش بقى في موضوع الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا إحنا تابع المد والقصر، ولكن عايز من حضراتكم، المفروض نكون فتحنا المصحف حضرنا القلم في إيدينا، عشان هبتدي الحلقة بالصفحة اللي هنتلوها الأول توجيهاتنا بإذن الله في الصفحة. نتابع مع بعض على اللوحة، والتلاوة المنهجية بتاعتنا اليوم من الآية 25 إلى الآية 29 من سورة البقرة، كما اعتدنا ان في كل حلقة بناخد صفحة من المصحف، صفحة من المصحف. طيب نشوف كده، نتابع على اللوحة الصفحة اللي احنا هناخدها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا في الآية 25 لفظ آمنوا، عندنا في الآية 25 لفظ آمنوا، زي ما حضراتكم متابعين على الشاشة، الآية 25 مكتوب قدامنا على الشاشة، آمنوا قرأ ورش بتثليث البدل، قرأ ورش بتثليث البدل، واتفقنا ان ده مصطلح اي القصر والتوسط والاشباع في البدل. وكذا في الآية 26، لان ورد لفظ امانه كمان في الآية 26. الحاجة الجديدة اللي ضفناها النهاردة، عايزين نقول للناس القراية بالادلة، اهو فاكرين الادلة اللي احنا كنا بنشرحها، اهو الدليل قدامنا، وامددهما ستة لورش مسجلة اللي هو المنفصل والمتصل، وعنه أيضا ثلث البدلة، وعنه أيضا ثلثن البدلة اللي هو تثليث البدل القصر والتوسط والإشباع. عندنا كمان في الآية 25 لفظ الأنهار،
قرأ ورش بالنقل، بالنقل لا يقول مثل حفصة الأنهار، يقول الأنهار. يا جماعة النقل إن أنا بشيل الهمزة واخد الحركة اللي عليها وانقلها للساكن اللي قبل منها. طب هي بتتقري الآ، فشلت الهمزة، الفتحة اللي عليها اللي على الهمزة هحطها للام الساكنة فتصير الأنهار. يبقى قرأ ورش بالنقل في لفظ الأنهار. ايه تاني؟ وكذا في الآية 27 و29 لفظ الأنهار، وكذا في الآية 27 و29 كلمة الأرض، يقرأها أيضا الأرض. يعني احنا عندنا حفص بيقول ايه؟ الآ الأرض، هنشيل الهمزة ناخد الفتحة اللي عليها نحطها على اللام فلا تقرأ الأرض، يقرأها ورش الأرض. يبقى عندنا الأنهار وعندنا ايه؟ الأرض. في الآية 26 لفظ كثيرة، قرأ ورش بترقيق الراء وصلا ووقفا، وصلا ووقفا، كثيرا كثيرا ويضل، يهدي به كثيرا كثيرا ويضل به كثيرا، هكذا لوقوعها مفتوحة بعد ياء مادية. يبقى عندنا الراء لما تيجي مفتوحة قبلها ياء مادية يعمل فيها ورش ايه؟ الترقيق. نخش على اللي بعد منها. وكذا في الآية 27 لفظ الخاسرون، الراء عندنا تشكيلها يا جماعة كلنا متابعين على الشاشة مضمومة، قبلها الحركة اللي قبلها ايه لو سمحت؟ السين مكسورة. يبقى لما تجيني راء مضمومة وقبلها كسر الراء ترقق، الخاسرون، رو مش رو، رون، الخاسرون. خلاص نخش على اللي بعد منها. الآية 27 واللفظ ده في الحقيقة حضرتك هتلاقوني كاتب عنده بعض أمور، بقول إيه؟ قرأ ورش بتغليظ اللام وصلا، يعني يقول إيه؟ أن يوصل زي حفص؟ لا، أن يوصل لا، سامعين تغليظ اللام؟ أن يوصل. طب إمتى ورش يغلظ اللام؟ أولا لازم خلي بالكم من الأمور دي، ورش بيغلظ اللام لما تبقى مفتوحة، يبقى ده أول شرط يخص اللام، لازم اللام تبقى مفتوحة ويكون قبل منها صاد أو طاء أو ظاء، قبل منها إيه؟ صاد وطاء وظاء، الصاد والطاء والظاء دول خلاص يا يجوا ساكنين يا يجوا مفتوحين. يبقى خلي بالك في عندنا شرطين دلوقتي، شرط يخص الحروف اللي هتبقى قبل اللام وشرط يخص اللام. الشرط بتاع الحروف اللي هيبقى قبل اللام اللي بيكون في الطاء والظاء والصاد يا تبقى ساكنه يا تبقى مفتوحه، طب غير كده يبقى فقدت الشرط ما تلزمنيش. طب وفي اللام؟ لازم تبقى مفتوحه. خلاص فهمنا الشرط ده. طيب نرجع للشاشه بتاعتنا تاني، نرجع للوحه، بنقول ان يوصل. خلاص طيب ادي الصاد قدامنا تشكيله ايه؟ مفتوحه. طب واللام؟ مفتوحه، يبقى هيغلظ ورش. طب الكلام ده في الوصل، خلي بالكوا بقى من نقطة مهمة جدا لو وقفت على الكلمة دي معايا ولا لا. أما وقفا، نسمع بقى الكلام المهم، أما وقفا ففيها التغليظ والترقيق، والتغليظ أولى. لا 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 استنى استنى، عدها لنا تاني. أما وقفا ففيها التغليظ، طب دي معروفة، والترقيق، والتغليظ أولى. ليه؟ ليه أغلظ ورقة؟ قال لك أصلك لو أنت وقفت عليها هقول إيه؟ هسكن اللام، فاللي قال بالتغليظ، من قال بالتغليظ، ركز بقى معايا وركزي معايا، نظر إلى الوصل. هو أنا لما بوصلها بعمل فيها إيه؟ بغلظها. يبقى إذن زي ما أنا وصلتها بالتغليظ هقف عليها بالتغليظ، عشان كده تلاقيني أعملها لك بين قوسين، أجرى الوقف مجرى الوصل، يعني زي ما أنت وصلت زي ما أنت هتقف. طب واللي قال بالترقيق، نظر إلى الوقف وهو سكون اللام، فلما قال لك أن أنا هقف على الكلمة ديت وسكن اللام يبقى ما بقتش اللام مفتوحة فهغلظها، يبقى فقدت الشرط. يبقى أما وقفا ففيها التغليظ والترقيق، والتغليظ أولى. طب هل فيها حاجة أولى؟ قال لك التغليظ، يعني لما أقرأها أقول إيه؟
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يبقى غلظ ورققت بس قدمت المقدم. ودي نقطة مهمة عايز أنبهكم عليها يا جماعة، لما يكون معايا كلمة تقرأ بوجهين دايما وأبدا أبتدي بالوجه المقدم، أن يوصل، ابتديت بالتغليظ ثم أن يوصل. طب وصلا، خلاص دي بقى مغلظة قولا واحدا، أن يوصل ويفسدون في الأرض. خلاص كده. طيب نرجع للوحة بتاعتنا مرة أخرى. عندنا في الآية 28، في الآية 28، وكنتم أمواتا. قرأ ورش بصلة ميم الجمع، قرأ ورش بصلة ميم الجمع. ليه؟ أدي ميم وراها همزة، كلنا حافظين كده. طيب كلمة فأحياكم، ده بيسمى ذات الياء. يعني إيه يا جماعة ذات الياء؟ يعني إيه؟ أحيانا بيجيني زي كلمة موسى، موسى دي بتتكتب ياء، بس هي أصلا بتتنطق يه ولا تتنطق ألف يا جماعة؟ موسى وعيسى، موسى وعيسى، استسقى. الكلمات ديت أنا لما بنطقها إيه؟ ألف، لكن لما بتكتب ياء. فعشان كده بيسميها العلماء ذوات الياء، ذوات الإيه؟ الياء. خلاص. فأحياكم، أحيا ده فعل ماضي، أحيا فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أحيا فعل ماضي. طيب الأفعال دايما لو أنا ردتها لنفسي أقول إيه؟ أحييت، أسندتها لنفسي، أسندتها لتاء المتكلم، أنا اللي بتكلم عن نفسي، فأقول إيه؟ أحييت. خلاص؟ أحييت. خلاص؟ فلما أنا رديت الفعل لنفسي خلاص؟ صدر إن هو أصله يائي، أصل الفعل يائي، أحييت. فلما أقول أحييت خلاص كده هوت، يبقى هنا هيقلل. يبقى خلي بالك لو رجعنا للوحة، فأحياكم، فأحيا، أنا فتحت فك فتحة كاملة، والناس بتسألني عن الفتح والتقليل، الفتح بفتح بقي فتحة كاملة، فأحيا يا عادي جدا. طب والتقليل؟ هميل بالفتحة شوية أو هميل بالألف شوية، فأحياكم، فأحياكم، أهو الفرق في النطق باين، فأحيا، فأحيا. وطبعا لينا وقفة طويلة مع باب الفتح والتقليل مع ورش. الآية 29 كلمة استوى وفسواهن، كلمة استوى فسواهن، فيها الفتح والتقليل برضو. بس في نقطة مهمة بقى، اللي هيتابع معايا الآية 29 هيلاقي كلمة استوى فسواهن دي ذوات ياء، قلت فيها الفتح والتقليل، وعندي كلمة شيء، عندي كلمة شيء كمان فيها لورش التوسط والإشباع. لو تابعنا مع بعضنا بقية الآية، شيء فيها لورش التوسط والإشباع. طيب لما يكون استوى وفسواهن خلاص، وشيء فيها لورش التوسط والإشباع، حصل الجمع بينهم، هنشوفه دلوقتي على الشاشة، نشوف حصل الجمع. يقول لك إذا اجتمع لورش ذات الياء مع اللين المهموز، إذا اجتمع لورش ذات الياء اللي هو استوى فسواهن مع اللين المهموز اللي هو كلمة شيء، فله أربعة أوجه. ورش ليه أربع أوجه؟ قال لك قال لك لو فتحت استوى فسواهن، فتحت الاثنين، هتقف على شيء توسط وإشباع، يبقى هتوصل شيء بالتوسط والإشباع، وترجع تعمل فيهم التقليل في استوى وفسواهن، ولك في اللين المهموز أيضا التوسط والإشباع، يبقى حصل المجموع كام؟ أربعة، فتح فتح توسط، فتح فتح إشباع، يبقى كده اتنين، تقليل تقليل توسط، تقليل تقليل إشباع، يبقى حصل المجموع كام؟ أربعة أوجه. خلاص؟ يبقى ده التعليق يا جماعة على الصفحة اللي هنقوم بأدائها اليوم. طبعا أنا ابتديت بيها عشان إخواننا اللي بيحضروا عشان نستقبل الاتصالات بإذن الله تبارك وتعالى. نعود بقى للشرح بتاعنا، وزي ما احنا اعتدنا ان انا مش عايز اطول في الشرح بإذن الله، عشان عايز استقبل الاتصالات وعايز اسمع التلقي، عايز اسمع منكم التلقي والمشافهة بإذن الله، واسمع بقى الأداء بقى النهاردة ان شاء الله
والتحضير بإذن الله زي ما احنا اتفقنا. طيب نرجع بقى للشرح بتاعنا. احنا كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند باب التنبيهات، وقلت لو احنا تابعنا على اللوحة في باب التنبيهات، وقلت خلي بالنا يا جماعة باب التنبيهات ان انا عندي اكثر من حالة. ما هو حكم اجتماع اكثر من بدل في الآية الواحدة حال الوصل؟ الإجابة قلت يجب التسوية بينهما، يجب التسوية بينهما. وخدنا مثال، ولو يكن ناخد المثال بتاع وما كان الله ليضيع إيمانكم، آخر مثال اللي هو إخواننا في الكنترول آخر مثال تحت اللي هو رقم به، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. خلاص لو أنا قرأت هذه الآية، معلش إخواننا اللي معايا في الكنترول هنجيب آخر مثال تحت اللي هو وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كلمة إيمانكم ده مد بدل، وكلمة لرؤوف أو دوت لو إحنا تابعنا هذه الأمثلة ونيجي نوصلها يبقى لازم هسوي إيمانكم ولرؤوف رحيم. يبقى أنا لو قرأت بقصر إيمانكم هقرأ بقصر لرؤوف رحيم، ولو أنا وسطت إيمانكم هوسط لرؤوف رحيم، ولو أنا أشبعت إيمانكم هشبع لرؤوف رحيم. يبقى لازم لما يجيني في الآية الواحدة أكتر من مد بدل لازم أسوي بينهما. طيب معانا أول اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ومكازا. اتفضل يا أخ أحمد. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الله يكرمك ويعزك. أحسن الله إليك. جزاك الله خيرا. ربنا ينفع بيكم يا رب. اللهم أمين يا رب. نقرأ؟ اتفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جميل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نعم. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. نعم. وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن إنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. جميل. وما يضل به إلا الفاسقين. أحسن الله إليك يا أخ أحمد. الله يرضى عليك. واضح إن أنت بتقرأ على توسط البدل. أي نعم. جزاك الله خيرا، تابعنا باستمرار بقى، عايز أسمع صوتك كتير. جزاك الله إن شاء الله يا شيخنا. أسألكم الدعاء في أوقات الاستجابة إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي وأطلق الله لسانك بالقرآن. الله يرضى عليك يا رب. اللهم آمين يا رب. نعود بقى بإذن الله تبارك وتعالى للشرح. معنا اتصال. طيب نعود بقى للشرح بتاعنا باب التنبيهات بإذن الله. كنا توقفنا قلنا لو نرجع للوحة كما كانت إن شاء الله، قلنا لو اجتمع في الآية الواحدة أكثر من بدل فهيكون بإذن الله لابد من يجب التسوية بينهما. طيب لما يجيني مد بدل موصول والآخر موقوف عليه أجمع بينهم إزاي؟ اتفقنا لو أنا قصرت مد البدل هيكون طبعا المجمل زي ما حضراتكم شايفين عدد الأوجه 6. يبقى أنا لو قصرت مد البدل هقف على آخر بدل في الآية، هقف باتنين واربعة وستة. طب ولو أنا وسطت أربعة يبقى هسويه باربعة أو أعلى عليه بستة. طب ولو أنا
شغال بست حركات، يبقى هسوي بينهم بستة لأن مفيش أعلى من ستة. خلاص؟ طب نشوف كده مثال قدامنا. المثال بتاعنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شايفين الأسهم؟ أدي أول مثال على مد البدل، آمنوا، ده البدل الأولاني. طب والبدل الثاني؟ آمنا. طب والبدل الموقوف عليه فين؟ البدل الموقوف عليه اللي هو مستهزئون. يبقى أنا عندي اتنين بدل، مدين بدل موصولين، وفي منهم واحد موقوف عليه مستهزئون. يبقى أنا لو قرأت آمنوا آمنا اتنين، أقف على مستهزئون بكام؟ اتنين واربعة وستة، صح كده؟ طب ولو قرأت آمنوا وآمنا بالتوسط أربعة، أقف على مستهزئون بكام؟ بأربعة وبستة. طب ولو قرأت آمنوا آمنا بالإشباع، أقف على مستهزئون بإيه؟ بالإشباع. خلاص كده؟ يبقى ديت الآية، ودي كان آخر تقريبا اللي احنا كنا توقفنا عنده في الحلقة السابقة. طيب المثال الآخر اللي قدامي: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. لو تابعنا برضو على اللوحة، الآية هي قدامنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أدي كلمة إيمانكم، أدي البدل الأولاني، صح كده؟ وعندي لرؤوف، لرؤوف أهو قدامي أهو. يبقى أنا لو وقفت زي ما حضراتكم شايفين كده أهو، لو أنا قرأت إيمانكم باتنين، هقف على لرؤوف اتنين أربعة ستة زي ما احنا شايفين الأرقام. طب ولو قرأت إيمانكم بأربعة، يبقى هقف على لرؤوف أربعة وستة. طب ولو قرأت إيمانكم بست حركات، هقف على لرؤوف ست حركات. خلاص؟ يبقى إذن، يبقى أنا أخلص بإيه بقى دلوقتي؟ أفهم من إيه من القاعدة دي؟ إن أنا البدل اللي أنا بوصله هوصل باتنين، فاللي هقف عليه أقف بزيه باتنين أو أعلى عليه أربعة وستة. طب ولو أنا بوصل بأربعة، هقف زيه بأربعة وأعلى عليه بستة. طب ولو أنا بوصل بستة، هسويه بستة بس مش هقدر أعلى عليه لأن مفيش أعلى من ست حركات. المدود عندي الحد الأدنى اتنين والحد الأقصى ست حركات. تمام كده؟ طيب نخش بقى على درسنا اليوم، وأنا شايف إن درس النهاردة هام جدا جدا جدا، وهو بمعنى أو تحت مسمى أنواع البدل عند ورش. إيه ده؟ إحنا كل اللي إحنا عارفينه مد البدل همزة مفتوحة بعدين ألف تبقى فتصير آمنوا، همزة مضمومة بعدها واو فتصير أوتو، همزة مكسورة بعدها ياء إيمانا، ده مد البدل اللي احنا عارفينه. لكن ايه قضية انواع البدل عند ورش؟ وكل اللي احنا عارفينه تدرسته معانا ان البدل قصر وتوسط واشباع. ايه الجديد؟ ايه الجديد في انواع البدل؟ ايه العنوان الجديد ده؟ نتابع مع بعضنا على اللوحة وهنشوف ان انواع البدل عند ورش تنقسم على النحو الاتي. انواع البدل ينقسم الى بدل محقق وبدل مغير. ايه الموضوع ده؟ بدل محقق وبدل مغير. بس لو شفتوا البدل المغير هتلاقوه بينقسم الى ثلاثة اقسام. البدل المغير اما ان يكون بدل مغير بالنقل، او بدل مغير بالتسهيل، او بدل مغير بالابدال. يا جماعة البدل المحقق، لو خدنا اول حاجة، اولا البدل المحقق، البدل المحقق المقصود به إن الهمزة همز ثابت لم يحدث له أي تغيير. أنا لما بقول آمنوا، هل طرأ على الهمزة أي تغيير؟ الهمزة حقيقية زي ما هي. خلاص؟ لما أجي أقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، هل الهمزة حصل لها أي تغيير؟ لا. طب ولما أقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، أو ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الهمزة ثابتة زي ما هي، ما طرأش عليها أي تغيير. طول ما الهمزة ثابتة على حقيقتها وبنطقها بتلفظ بها، هذا ما يسميه العلماء بدل محقق. بيسموه إيه؟ بدل محقق. عشان كده الهمزة ثابتة، ما حصلش وطرأ عليها أي تغيير، بنطق الهمزة عادي، بنطق الهمزة عادي. طب ما تيجي نشوف البدل المغير. ثانيا
البدل المغير. البدل المغير أنا لسه قايل عليه إن عندي بدل مغير بالنقل أو بالتسهيل أو بالإبدال. نشوف البدل المغير بالنقل. النقل ده إيه؟ قال لك هو نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة بقصد التخفيف. لا لا يا شيخ، تاني 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 عشان نفهم الكلام ده. هو نقل حركة همزة القطع، قصدك الحركة اللي على الهمزة هتتشال؟ هو نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها، يبقى الهمزة عليها حركة فتحة أو كسرة أو ضمة، هناخد الحركة اللي عليها من فوق الفتحة أو الكسرة والضمة ونحطها على الحرف اللي قبل منها، لأن الحرف اللي قبل منها ساكن، فهاخد الحركة اللي عليها سواء كانت فتحة أو كسرة أو ضمة. هو نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها، وبعدين طب بعد ما أخد الحركة اللي على الهمزة مع حذف الهمزة ليه؟ بقصد التخفيف، أخفف أخفف. طيب اديني مثال، خلي بالك. فأما من أوتي كتابه بيمينه، احنا مش بنقولها كده في حفص، من أوتي همزة ساكنة وبعدين أوتي الهمزة على الألف مضمومة، حذفت الهمزة، حذفت الايه؟ الهمزة، والضمة اللي عليها اتحطت على النون، الضمة اللي عليها اتحطت فين؟ على النون، فيصير النطق فأما من أوتي كتابه، منو من أوتي كتابه بيمينه، هكذا. طيب بس ما ننساش ان أوتي أو مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. النقل ده بقى هيأثر على البدل؟ لا ما يأثرش، عشان كده العلماء سموه بدل مغير بالنقل، سموه بدل مغير بالإيه؟ بالنقل، لأني نقلت. بتقول إيه؟ نقلت، نقلت حركة الهمزة، فعشان كده سمي الحكم النقل، بدل مغير بالإيه؟ بالنقل. فأما من أوتي، من أوتي، من أوتي كتابه بيمينه، يبقى ده بدل مغير بالنقل. خلاص؟ طيب نشوف اللي بعد منها. طيب نتابع على اللوحة. طيب يبقى احنا خدنا فأما من أوتي كتابه بيمينه، فإن ده بدل مغير بالنقل. طيب التسهيل، التسهيل أنا جبت عليه عنوان صغير كده، بقول إيه؟ إن التقت همزتان من كلمة فورش يسهل الثانية، ورش بيعمل إيه؟ يسهل الثانية. والكلام ده أنا اتفقت معكم في أول لقاءاتي معكم في ورش، قلت لكم يا جماعة أي همزتين جنب بعض لورش عمره ما يحقق همزتين أبدا، لازم يسهل الثانية. إن التقت همزتان من كلمة فورش يسهل الثانية مثل أعجمي. هو مين اللي بيسهل أعجمي؟ زي حفص، زي حفص، مش حفص عندنا بيقول أعجمي ولا بيقول أعجمي؟ أعجمي. يبقى إن التقت همزتان من كلمة فورش يسهل الثانية مثل أعجمي، جبت لك مثال زي اللي عنده زي من يقرؤون برواية حفص. طيب نجيب كده مثال من آية مثلا، وقالوا آلهتنا. كلمة آلهتنا أنا عندي همزتين، الهمزة الأولانية محققة أهي، طب والهمزة التانية مسهلة. بس خلي بالك الهمزة التانية المسهلة بعد منها إيه؟ واخد بالك من الرسمة؟ بعد منها ألف، فدي بدل، مش همزة مفتوحة بعد منها ألف، يبقى بدل آه زي آمنوا على وزن آمنوا، فلما تسهل التانية ده ما يأثرش على البدل في شيء، صح؟ فعشان كده كاتب لك على الهمزة التانية مسهلة مع تثليث البدل. طب يا شيخ اقراها لنا عشان نعرف نقولها ازاي. وقالوا أهالهتنا، 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 يبقى أنا سهلت التانية بس مع تثليث البدل قصر وتوسط وإشباع. يبقى لحد دلوقتي بدل مغير بالنقل لأن عملت نقل للهمزة، حركة الهمزة. والتاني النوع التاني بدل مغير بالتسهيل لأني سهلت الهمزة الثانية.
من اللفظ، من اللفظ بيبان غيرت، نقلت حركة الهمزة فبدل مغير بالنقل. طب الهمزة تاني سهلتها، فعشان كده بقول بدل مغير بالتسهيل. طب نشوف الحالة التالتة. الحالة الثالثة الإبدال. الإبدال، الإبدال بقول إن التقت همزتان من كلمتين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، تبدل الثانية واو مفتوحة، تبدل الثانية إيه؟ تبدل الثانية واو مفتوحة. زي إيه؟ زي كلمة السفهاء ألا. لو تابعنا المثال، السفهاء ألا أهو، قالوا أنؤمن، طبعا واش يقول أنؤمن، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا. لو أنا وصلت السفهاء بألا، واخدين بالكم من الهمزة بتاعت السفهاء مضمومة، طب والهمزة اللي بعد منها مفتوحة، ورش يبدل التانية وهو مفتوح يقول إيه؟ السفهاء ولا، السفهاء ولا. بس خلي بالك بدلها واو مفتوح امتى؟ لما التقوا الهمزتين. اوعى تبتدي بألا وتقول ولا، لما تبتدي بيها تحقق الهمزه تاني تقول ألا. الابدال ده ما يحصلش لو وصلت الهمزتين ببعض، لو وصلنا الهمزتين ببعض. طيب بس اللي يلاحظ من المثال كلمه ألا، الهمزه اللي بدلتها دي بعد منها الف ماديه، بعد منها اي حاجه؟ لا، اللي بعد منها لام، فدي ما فيهاش بدل، دي فيها ابدال بس. انا بس حبيت اوريك الابدال. لكن في المثال الثاني لو تابعنا، في المثال الثاني لو تابعنا، او كانت الاولى مكسوره، او كانت الاولى مكسوره خلاص، والثانيه مفتوحه. خلي بالك، او كانت الاولى مكسوره، الهمزه الاولانيه يعني، والثانيه مفتوحه، فتبدل الثانيه ياء مفتوحه، فتبدل الثانيه ياء مفتوحه. زي ايه؟ نشوف المثال. لو كان هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة، لو تابعنا على اللوحة، لو نتابع على اللوحة مع بعضنا المثال اللي قدامنا، لو كان هؤلاء آلهة تم وردوها. لو شفنا المثال، هؤلاء همزة مكسورة، طب وآلهة الهمزة مفتوحة، أهي المثال قدامنا، لو كان هؤلاء آلهة الهمزة المكسورة، طب واللي بعد منها مفتوحة، هتبدل ياء مفتوحة. طب بس خلي بالك الهمزة اللي بدلتها دي بعد منها ايه؟ ألف مد بدل، يبقى لما هتبدل هتبدل مع تثليث البدل. طب اقراها لنا يا شيخ عشان نعرف. لو كان هؤلاء آلهة، ده مع القصر، هؤلاء لو كان هؤلاء آلهة، يبقى أنا أبدلت الثانية ياء مفتوحة، بس منساش إنها بدل مع القصر والتوسط والإشباع. يبقى دوت خلي بالنا إن إحنا قرأنا تبع التنبيهات، عرفنا إن في ورش عنده بدل محقق لأن الهمزة لم يعتريها أي تغيير، عرفنا إن أنا عندي لو حصل تغيير للهمزة هتغير بالنقل، وقد تغير بالتسهيل، وقد تغير بالإيه؟ بالإبدال. يبقى عندنا أنواع البدل. نقدر نلخص القاعدة ونقول يا جماعة، أصبح مد البدل أنواعه عندنا بدل محقق، وبدل مغير بالنقل، وبدل مغير بالتسهيل، وبدل مغير بالإبدال. خلاص؟ طيب أنا طبعا في انتظار اتصال حضراتكم عشان أسمع التلاوة بإذن الله، ولحد ما نخلص الاتصالات في انتظار الاتصالات هنخش على درس حكم لفظ أنا، هنخش على درس حكم لفظ أنا. لفظ أنا في القرآن لو تابعنا على اللوحة، لو تابعنا مع بعضنا على اللوحة، حكم لفظ أنا بنقول إن يقع لفظ أنا قبل همز الوصل،
هنشوف لو طبعنا مع بعضنا حكم لفظ أنا. بنقول يقع لفظ أنا قبل همز الوصل، لو شفنا قدامنا على اللوحة قبل همز الوصل، وممكن يقع قبل حرف متحرك. كلمة أنا أو لفظ أنا يجيني قبل همز الوصل، يجيني قبلها حرف متحرك. طيب معانا أول اتصال، ثاني اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أقرأ؟ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم، نعم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبكم في الله يا شيخ. جزاك الله خيرا. أقرأ عليك ورش إن شاء الله. اتفضل. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. بس أستاذن حضرتك في حاجة. إن شاء الله. خد خلي بالك من ترقيق الراء، من ثمرة رزقا قالوا. ترقيق الراء قد رزقا. نعم. شكرا جزاك. أنا مبتدئ على فكرة. كلنا بنتعلم. جميل. أنا سعيد خير أنك بتتصل والله، ونفس الجميع يتصل عشان نتعلم القرآن، لا يؤخذ إلا بالمشافهة. والله لا، أنا فخور يعني كنت أتكلم معكم في قناة الرحمة. جزاك الله خيرا. شكرا. اتفضل. كل
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بس عايزك بقى تفخم الضاد شوية. بعوضة. جزاك الله خير. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أنت بتقرأ بتوسط البدل صح؟ نعم بتوسط أمانه. هات كده فأما الذين آمنوا بالتوسط تاني. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. نعم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. بس رقق الدال شوية. أراد دا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أحسن الله إليك جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي شيخنا الجليل. جزاك الله خيرا الحمد لله في نعمة. بارك الله في عمرك. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. أولا إن شاء الله مش بعرف أقرأ وأرش. نعم. فهل ممكن أرى يعني سورة حق؟ اتفضل. شكرا جزيلا. اتفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ينفع أقرأ؟ اتفضل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنهم جنات تجري من تحتها
فيها الأنهار. بس خلي بالك الهمزة مفتوحة. أن لهم جنات. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها. أنت عندك كم سنة؟ أنا؟ تسعة. طب أنت بتقرأ بحفص ولا بورش؟ بورش. طيب بس خلي بالك ورش يقول الانهار. الانهار. لا قول كده الانهار. الانهار. كمل يلا. كلما رزقوا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا زين رزقنا رزقنا من قبل وأوتوا به. وأوتوا به. وأوتوا. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن. لا خلي بالك خلي بالك مد شوية. انقطع. ما يستحيي. إن الله لا يستحيي. مد شوية. يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق من ربهم. فيعلمون أنه الحق من ربهم. ويعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وبهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. لا كثيرا. كثيرا. لا كثيرا. أيوة كده. وما يضل به إلا الفاسقون. الفاسقين. الفاسقين. جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك لك يا رب. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أحسن الله إليك.
التلاوة ما شاء الله ممتازة، أحسن الله إليك. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أقرأ من البداية ولا إيه؟ لا اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ارجع من عند ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. طيب عايز هستأذنك في حاجة. خد لي من عند لفظ أن يوصل أقف عليها. ماشي. هتقف عليها بكم وجه؟ وجهين. الأول التفخيم وبعد كده الترقيق. أيوة يلا اسمه يعني خلي بالك علماءنا قالوا أن التفخيم يخص خصة ضغط القذ أما اللام بنقول عليها مغلظة طليق أيوة كده هنوقف هات الوجه الأولاني ويقطعون ما أمر الله به أن به خلي بالك من به المد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أدي الأولاني هات الترقيق أن يوصل اوصل من عندها يلا من أول أن يوصل اوصل على طول أن يوصل ويفسد لا فغلظ أن يوصل ويفسدون في الأرض جميل أولئك هم الخاسرون رقش. أولئك هم الخاسرون أيوة كده كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى خلي بالك بقى استوى لا انت معايا نعم الآية ديت لو انت خدت بالك وانا بشرحها انت تابعت الشرح بتاعها معلش هجيب الاثنين مع بعض بالظبط هتفتح الاثنين وتروح عند شيء بالتوسط والاشباع يلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لا شيء أربعة وستة. وهو بكل شيء عليم. الإشباع. وهو بكل شيء عليم. أنت مجازف ورش؟ لا لسه. أنا طيب. بتابع حضرتك بس. نعم؟ بتابع حضرتك بس. طيب جزاك الله خيرا. يسعدني بقى أن أنا أسمع صوتك كل حلقة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا. بإذن الله. جزاك الله خيرا. طبعا يعني اخونا في الكتب بيقولوا ان الوقت في الحقيقه انقضى سريعا وكم تنقضي الاوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى. ان شاء الله يعني يهمني بس كلمه ان شاء الله فيما هو ات او في الحلقات القادمه باذن الله ضيوفنا اللي هيشرفونا باذن الله، ويهمني النموذج الحي اللي هنقدر نقول عليه مبتدئ معانا هيكون في روايه ورش، حتى يكون نموذج حي ونقدر نقول شاهد حي للأمة الإسلامية أجمع، إن ده راجل معانا لسه مبتدئ في هذه الرواية، فنقدر نقول للأمة الإسلامية كلها هذا هو واحد لسه بيبتدئ في هذه الرواية، هو مجازفة حفص ولكن في رواية ورش لسه بيبتدئ، عشان نقدر نقول نموذج قدام الأمة ونقدر نقول للناس يا جماعة اتعلموا رواية ورش وما تخافوش وما تقلقوش، الأحكام مش هتخش في بعضها، وخلي بالكم أن القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي. فيهمني أيضا اتصالاتكم عشان أسمع بالمشافهة والتلقي، مش هيكفي السماع بس، صحيح السامع كالشارب والقارئ كالحالب، عايزين بقى نجيب القسم الثاني، السامع كالشارب، انتوا سمعتوا وسمعتوا أحكام، أين القارئ عشان نحلب بركة القرآن والقارئ كالحالب. يهمني تفاعل الناس عشان خطابي للمتصل هيكون خطابي للأمة، فيهمني تواصل الناس وتفاعل الناس معايا عشان نقدر أسمع من خلال القراءة بتاعتكم ونقدر نحكم على الأحكام. فيهمني جدا اتصالاتكم. الصفحة الجاية إن شاء الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ولا في الأرض في الأرض خليفة، هناخد من الآية 30 وانتهاء بالآية 37. حضروها وانتظروني في الخميس المقبل، وأنا هنتظركم أيضا عشان أسمع اتصالاتكم في الخميس القادم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأحسن الله إليكم، أراكم في حلقات مقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.